السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن العدس، والعدس طبعا احنا عارفين ان ليه فوائد عظيمة، لكن الجديد النهاردة هنتكلم عن هل كل الناس ينفع ان هي تاكل العدس، ولا العدس بيشكل خطورة لبعض الناس. ده اللي هنعرفه من خلال الفيديو النهاردة، هنعرف معلومات جديدة ومعلومات خطيرة جدا، فتابعوا الفيديو. لكن ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلوكوا اشعار بكل جديد، وما تنسوش اللايك والشير. اول حاجة العدس، سواء العدس الاصفر او العدس بجبة، فهو من البقوليات، والبقوليات طبعا بتبقى مصدر للبروتين كويس جدا للجسم، وبيبقى ليها فوائد كتيرة قوي. اول حاجة هنيجي كده لفوائد العدس، هنلاقي ان هو بيحافظ على صحة القلب بشكل كبير. في الياف كتيرة قوي بتقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، فبالتالي بتقي من امراض القلب. وكمان في معادن كتيرة قوي زي الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، بيقلل طبعا من ارتفاع ضغط الدم. كمان العدس مهم جدا لصحة الحامل، خاصة في الشهور الاولى. في معادن كتيرة قوي واحماض مهمة جدا لصحة الجنين، وبيحمي الجنين من حدوث اي تشوهات، فده مهم جدا خاصة زي ما قلنا في الشهور الاولى لاي حامل. كمان هلاقي ان العدس مهم جدا في محاربة التعب، بيحارب التعب والارهاق بشكل كبير، وكمان نتيجة ان فيه حديد، فالحديد طبعا بيدي طاقة كويسة جدا للجسم. كمان فيه فيتامين جيم، وبيحسن طبعا من صحة الجسم وصحة الدماغ بشكل كبير قوي. مفيد جدا للناس اللي هي عندها سمنة مفرطة او عندها اقبال للاكل بشكل كبير، فبيأثر على وزنها، فهنلاقي ان العدس بيزود الشعور بالشبع، لان فيه الياف كتيرة قوي. الالياف دي بتزود الشعور بالشبع، وبالتالي بتقلل الشهية، فما بتخليش الإنسان يقبل على الأكل بشكل كبير، وبالتالي يحافظ على وزنه. لكن النقطة المهمة اللي بنتكلم فيها، هل العدس مفيد لكل الناس؟ لا، في ناس معينة لازم تخلي بالها جدا في موضوع تناول العدس، لأن هيسبب لها أضرار ومشاكل عكس كل الفوائد اللي احنا قلناها. أول حاجة، الناس اللي بتعاني من مشاكل هضم أو مشاكل القولون، تتجنب خالص تناول العدس في الاوقات دي، لان هيزود لها من مشاكل القولون وحدة القولون، فهيسبب لها مشاكل كبيرة جدا. الناس كمان اللي بتعاني من الامساك المزمن، برضو العدس بيحتوي على الالياف، هتزود الامساك بشكل كبير، وبالتالي هتزود مشاكل المعدة. كمان سوء الهضم، في بعض الناس بيبقى عندها حساسية من البقوليات بشكل عام، تاخد بالها، هتلاقي ان ممكن يسبب لها العدس سوء الهضم، وهيبقى صعب جدا امتصاصه في المعدة، وبالتالي هيسبب لها مشاكل كتير. يبقى الناس اللي بتعاني من حساسية البقوليات، بيعانوا من القولون، بيعانوا من الامساك، طبعا العدس مش الوجبة المفضلة بالنسبة ليهم، ومش هيقدروا يستفادوا. هيستفادوا طبعا من المعادن والفيتامينات اللي موجودة في العدس، لكن هيواجهوا مشاكل صحية تانية، سواء مشاكل صحية في القولون او مشاكل صحية في المعدة او في المعدة بشكل عام. فناخد بالنا كويس جدا، لو بتعاني من اي مشاكل من اللي قلناها، يبقى تبتعد عن العدس او تقلل كميات العدس، لان طبعا هيسبب لك مشاكل صحية تانية. زي ما قلنا كده الفوائد، وقلنا برضو الاضرار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والمعلومات النهاردة عجبتكم. هتلاقوا في القناة معلومات كتير، ارجعوا لها ان شاء الله هتستفادوا منها. بس ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا جرس الاشعارات عشان كل جديد يوصل لكم. شكرا للمشاهدة، ومع السلامة.